السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز، وده فيديو جديد وريفيو جديد، قسم جديد مفتوح عندنا الحمد لله بفضل الله في الشركه. حاجه كويسه جدا، جبنا مجموعه لابات، حاجه محترمه جدا، استيراد الخارج جاي من المانيا ومن كندا، استعمال خفيف جدا جدا جدا، مفيش فيها، ما تقدرش تفرقها عن الموديلات الحديثه او اللي هي الزيرو يعني. وبرده اكيد اللابتوب بيبقى صعب اللي حد ياخده اونلاين، فطبيعي ان انتم معظمكم هتشرفونا في المعرض وهتشوفوا الحاله قدامكم على الطبيعه. الجهاز اللي معانا النهارده ده تابلت ولابتوب انتاج شركه اتش بي، كور اي 5 الجيل السابع، عشان في منه اجيال كتير جدا قديمه في السوق، موجود الجيل الثاني والثالث وهكذا، اللي عندنا ده جيل سابع، حاجه محترمه جدا. الجهاز ده لو حد عايز يعمل عنه سيرش او يشوف امكانياته، الجهاز ده اليت اكس 2، الموديل بتاعه 10 12 جي 2، اليت اكس 2 10 12 جي 2. وبرده احنا هنحط لكم في الديسكربشن بوكس تحت كل المواصفات عن اللابتوب. الجهاز ده الرامات بتاعته 8 جيجا دي دي ار 3، الجهاز ده الهارد بتاعه 256، وطبعا زي ما احنا عارفين اي لابتوب ممكن حضرتك تعدل الذاكره بتاعته او تكبر الهارد لو انت عايز، مفيش اي مشكله فيه. بس ده بالنسبه اللي هو لابتوب بيبقى استخداماته زي تابلت او حاجه زي كده، 256 دي كويسه جدا. حضرتك ممكن تقسم ال 56 جيجا يبقوا على المساحه بتاعت الويندوز، و200 جيجا كاملين هيبقوا مناسبين جدا ليك. الجهاز ده الشاشه بتاعته 12 بوصه، بتدعم التاتش وتاتش حساس جدا، 10 نقط، وفي نفس الوقت مزود بقلم زي ده كده بتشتغل بيه عادي اكنه تابلت بالظبط. طيب طبعا احنا في هنا ناس في ناس كتير بتبقى قلقانه، القلم ده لو ضاع، القلم ده لو ضاع يا جماعه عندنا في اسلام بهجت ستورز بيتباع مفيش مشكله، حتى الكيبورد ده لو ضاع او اتكسر منك برده موجود عندنا مفيش اي مشكله. احنا قبل ما بنوفر المنتج بنوفر قطع غيار، القلم موجود وفي نفس الوقت الكيبورد برده موجود. طيب الجهاز ده نظام تشغيله عامل ازاي؟ الجهاز زي ما احنا شايفين كده شغال معايا تاتش عادي مفيش اي مشكله، وحساسيه عاليه جدا، والجهاز ده كويس. في ناس بتقلق او بتخاف من موضوع الجهاز يبقى تابلت معاه كيبورد لوحده عشان موضوع الفصل، لا الفصل ده يا جماعه سهل جدا، فيه هوريكم دلوقتي، وهو مزود برده بالقاعده دي كده عشان دي لو احنا حبينا نسنده واحنا شغالين بيتسند عادي مفيش اي مشكله. طيب انا دلوقتي عايز مش عايز استخدمه كمبيوتر وعايز استخدمه تابلت، هيتفصل عادي معايا كده خالص، مفيش انا ما بشيلش اي حاجه خالص، بشد بس دي بتشال معايا وبيقلب معايا تابلت مفيش اي مشكله. طبعا ده مزود باللي هو التابلت مود فيه شغال، هو قلب معايا كده تابلت اهو شغال معايا كده او شغال معايا كده. طيب وانا جاي اركبه، في ناس بتحس ان هي الموضوع صعب، لا يا جماعه هي بس ما فيهاش اي حاجه، لان هي ما فيهاش اي شلدات ولا فيها اي حاجه، الموضوع كله مغناطيس وسهل جدا. هيجي معايا كده، انا عايز بس الكادر يبقى باين في الكاميرا، تيجي معايا كده ما فيهاش فيه اي حاجه خالص، بس هو كده ركب، ما فيش فيه صعوبه، ما فيش فيه كابل، ما فيش فيه شيلد، ما فيش فيه اي حاجه. جهاز محترم جدا، وانا هحط لكم تحت دلوقتي الوصف الكامل بتاعه، امكانياته كلها، حضرتك عايز تتسلى فيها كده وتشوف اللي انت عايزه. وما تنسوش بيكم بفضل الله اسلام بهجت ستورز، احنا اصل الكترونيات. شكرا.